مرحبا أعزائي متابعي قناة بلين بعين عربية. شرح اليوم هو الآيفون وتحديدا عن طريقة تشغيل وضع ستاند باي. قبل ما أبدأ أشرح لكم عن الطريقة، طالب أن تشتركون بالقناة، تفعلون الجرس، لايك الفيديو. وضع ستاند باي راح يكون أنه تربط الآيفون بالشاحن ضروري، بدون ربط ما راح يصير هالشي هذا، وراح نخليه على الآن. راح يظهر عندي وضع الاستعداد مثل ما تشاهدون قدامكم. طبعا أول شيء هذا الآيفون 16، راح نقول بسم الله، وراح تظهر عندك هنا أكتوبر وهنا ساعة. تقدر طبعا تتحكم بالصور، وهنا الساعة أيضا اختلفت، وهنا التاريخ وهكذا طبعا. وهنا أيضا راح يظهر عندك عدة خيارات اللي موجودة، تذكيرات وقائمة القراءة وغيرها من الأشياء. فهذا اللي موجود بالنسبة لوضع الاستعداد. حتى الطقس تقدر تروح عليه وتحدده وترجع على وضع الستاند باي مثل ما قلت، وهذا الخيار راح يكون تفعله من الإعدادات. أما طريقة تفعيل وضع ستاند باي من الإعدادات، فتروح على الإعدادات وتنزل هنا، راح تلقي وضع الاستعداد هنا. إذا مغلق افتحه، راح تظهر عندك عدة خيارات. الشاشة تخليها إيقاف الشاشة تلقائيا بعد 20 ثانية مطلقا، أنا وجهة نظري بعد 20 ثانية، وإذا تلقائيا راح يظهر عندك حرك للتنبيه، والنمط الليلي طبعا مفعل، وراح يظهر عندك إظهار الإشعارات وإظهار المعاينة عند الضغط. هذول الخيارات اللي موجودة. راح ندخل مرة ثانية على وضع ستاند باي، فقط طفي الشاشة، والآن راح يظهر عندنا هذا النمط مثل ما تشاهدون، وكمية الشحن وتذكيرات. وتقدر أنت طبعا كل شيء تريد تضيفه راح تروح هنا وأضيف تذكير، وهاي التذكيرات طبعا راح أشرح لكم عليها إن شاء الله بالمستقبل. السماح أثناء استخدام التطبيق ومتابعة، وهنا التذكيرات، هذا بعد التحديث الجديد بالآيفون 16. مرة أخرى راح نرجع وضع ستاند باي مثل ما تشاهدون هنا، الساعة والصور وساعة ثانية والتاريخ، وهنا التذكيرات، قائمة القراءة، وهنا تقدر أيضا تضيف على التاريخ أي مناسبة أنت عندك أو موعد تقدر تضيفه هنا، وراح أشرح لكم إن شاء الله. أتمنى فدتكم بهالمعلومات البسيطة. طالب لا تنسوني باشتراك ولايك وتفعيل الجرس. تحياتي، مع ألف سلامة اللي ما تشتغل عنده. فقط أنه يربط الشاحن، بدون ربط الشاحن ما راح تشتغل عنده. الآن راح أفصل الشاحن، راح تشاهدون أنه تنتهي. تحياتي.